صباح الخير على كل اللي بيشوفوني. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم يوميات شريف المطبخ والبيت. النهارده هنعمل مع بعض ريفيو عن منتجات لونا. هنشوف كل منتج بيتكلم عن ايه. ادي دي المنتجات كلها، اربع منتجات زي ما احنا شايفين. هنمسك منتج منتج نتكلم عنه. دي معالج ومرطب للشفاء، اهي دي تحفه جدا، معالج ومرطب للشفاء 10 جرام، 10 جرام. دي طبعا ما تستغنيش عنها في شنطتك، ملمسها جميل جدا جدا ومرطبه للشفايف جدا مهما كان درجه يعني جفاف الشفايف. دي بترطب جدا بعمق جامد جدا جدا، خصوصا في فصل الشتاء اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا دي ما تستغنيش عنها طبعا، على طول في شنطتك، بتحمي الشفايف من التشققات والجفاف في الشتاء. تحفه وملمسها جميل قوي للشفايف، وبتخلي الشفايف مرطبة في فترة طويلة جدا جدا. تاني منتج معانا دوت اهو، ده هاند اند بودي، ده للايد والجسم، تحفة جدا برضو، بزبدة الكاكاو، وهو كريم عادي خفيف وكريم للايد والجسم، وبيجدد خلايا البشرة في منطقة اليدين والكوع والقدمين. حلوة قوي، تحفة. ده ممكن تخرجي بيه، تدهنيه وتخرجي بيه، وريحته تحفه مش قادره اقول لكم، وملمسه جميل اهو. بص كريمي جميل قوي، تحفه جدا اهو، بصوا جميل قوي قوي، مش خفيف ومش تقيل ومش بيلزق، حلو قوي. ممكن تخرجي بيه، تحفه جدا جدا، بزبده الكاكاو. في منتج تاني معانا، ده 75 جرام يا جماعه، ده 75 جرام اوكي. في منتج تاني ده مرطب للكعب برضو، ده بزبدة الشيا، ده 60 جرام، ده كريم للكعب وبيزيل التشققات مهما كانت التشققات جامدة جدا في الكعب. ده ممكن تحطيه وتلبسي كيس بالليل كده وتدهني بيه وتسيبيه لغاية الصبح، بيخلي بيعمل ترطيب تحفة جدا جدا جدا، لانه لزج وبيقعد معاكي فترة كبيرة قوي، وبيخلي رجلك عامل زي الحرير بالظبط اهو يا حبايبي، جميل قوي. بصوا لازق جدا، عامل زي الفازلين، ده حلو قوي للقدم. مهما كان تشقق القدم جامد جدا وجفاف الجلد جامد جدا، بتدهنيه بالليل قبل النوم، وبتحطي كيس نايلون كده، بتغلفي رجلك بكيس نايلون، بتحفه بجد. هتصحي الصبح هتلاقيه خطير جدا. بصوا لازق ازاي، بصوا تحفه قوي اهو، ده بزبده الشيا، جميل ترطيبه حلو قوي، ترطيب عالي. بصوا يعني هو تحس ان هو تقيل جدا، تقيل جدا مش خفيف، يعني هيقعد معاكي فتره كبيره، وتحسي كمان ان هو بيعالج جامد قوي التشققات، وبيعالج الجفاف جامد جدا مهما كان درجه الجفاف جامده. ده يا حبايبي رابع منتج، ده عباره عن كريم ترطيب برضو للايد والكعب، حلو قوي برضو، تقيل برضو مش خفيف، يعني معقول. ده بالجليسرين وشمع العسل، ده تركيبة فريدة اللي بتجدد خلايا البشرة في منطقة القدمين واليدين والكوع والركبة، بالإضافة إنه بيضاف لبعض المناطق المختلفة للجسم اللي بتعاني من الجفاف الشديد. بصوا الملمس بتاعه خفيف، بس ما تحطش على الوش يا جماعة، مش بيتحط على الوش، على الكوع والرجل والقدمين والإيدين بس. بصوا جميل إزاي، ملمسه حلو قوي، تحفة، شايفين ده 20 جرام اهو زي ما احنا شايفين، وده كريم لليدين والكعب، وحلو قوي، وبتركيبة فريدة بتجدد خلايا البشرة زي ما شايفين. بصراحة مجموعة كلها يا جماعة ممتازة جدا، اهي هوريلكوا تاني اهو زي ما احنا شايفين، اهو تركيبة مركزة للتشققات وجفاف الجلد الشديد، اهي دي بقى المجموعة كلها مع بعض، اهي عشان تشوفوها اربع منتجات تحفة تحفة بجد. محدش يستاهل ان هي مثلا منتج مصري مش حلوة، بقى بالعكس، ممكن تجيبي منتجات اجنبية وتفتكري ان هي حلوة اوي، تدفع فيها فلوس كتير جدا وما تعملش اي حاجة، وتحس ان انت مستفدتيش. في منتجات مصرية حلوة جدا زي مجموعة لونا دي، وسعرها مش غالي خالص، بمية جنيه حوالي او اقل كمان، بتجيبيها موجودة في ممكن في هايبر، في سوبر ماركتات كتيرة جدا، في صيدليات، متوفرة في كل مكان. بجد تحفه، جربوها خصوصا في فصل الشتاء اللي احنا فيه، طبعا كل شويه بنرش كحول على ايدينا، فطبعا
بنحس بجفاف جامد. فالمجموعه دي بجد ممتازه جدا يا جماعه، جربوها هتعجبكم قوي. ولو عجبك الفيديو يا حبايبي ما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت لايكات كتير كتير عشان الفيديو يكبر بيكم ونستفيد كلنا من بعض. ومع السلامه، فيديو جديد، مع السلامه.